لقيتك طبيت عليا والله. اما رميت التليفون من ايدك بمنتهى الرعب كده ليه لما شفتيني؟ ايه عزرائيل؟ مش عارفة، هو رد فعلي لا إرادي يعني. لا إرادي؟ لا إرادي، لا إرادي، لا إرادي. كنت بتكلمي مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ لو متضايقين مني قولولي، وأنا من بكرة أرجع مصر. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ وايه العك اللي انت بتعمليه ده؟ هو انا ناقصاكي؟ حس بيا بقى، ارحموني. ايه ده؟ شو راضي تعملي ايه؟ وقتي بكلمة كل بساطين يلبسوا بحفلتي، كل واحد منهم حقه ألوف الدولارات، وهون عندك مفتاح الخزنة، كل مجوهراتي، روتة البنك والحسابات بينهم برا. مش مرة من الأيام أنت قلت لي إنه بالمصاري والشهرة أنا فيه أعمل كل شيء، هيدا كل شيء بملكه، خدن وشهرتي خدها كمان. فيك ترجعلي خيي لليلة وحدة؟ اللي فيك؟ فيك ترجعلي خيي يقدر اخمره وبوسه وغنجه ونعمله في شعراته قبل ما ينام؟ اللي فيك؟ ما بدق فيي جو، ما بدق فيي. فيك ترجعه؟ اللي فيك؟ لا شفت انه الشهرة والمصاري والعز ما قدروا يعملوا لك شيء؟ شفت؟ اسمعي عايزك تاني، أخوك مات والموت ما بيرجعش. بس أنت قلت لي إنه بالمصاري فينا نعمل كل شيء إلا الموت، مفيش حد يقدر يقف وش الموت. بس أنت قلت لي إنه الشهرة ومحبة الناس بتنسينا كل شيء. بس أنا موجوعة جو، موجوعة مش قادرة أنسى. كل حاجة في الدنيا بتبتدي صغيرة إلا مصيبة الموت، بتبتدي كبيرة وبعدين تصغر واحدة واحدة، يعني أنت يوم ورا التاني هتنسي وهتعيش حياتك عادي. روك انت كيف بدك ينسى؟ كيف بدك ينسى خيي؟ كيف؟ ياسمين اهدي اهدي بابا، اهدي حبيبتي اهدي. انا ما بقدر شيء جو، فيك تاخد كل شيء، فيك تاخد كل شيء، بترامي بترامي. الله يرحمك يا رب.